وهي جائزة هنا اسمها جائزة سقراط للأعمال الخيرية والخدمات المجتمعية، فاز بيها ساديو ماني، وهو بسبب ما يقدمه من أعمال مجتمعية لبلده طبعا السنغال. هي الجائزة كده، جائزة سقراط دي معمولة للأعمال الخيرية ان جنرال يعني. وفكرة هنا كمان ان انت تربط الشخصيات العامة بخدمة المجتمع، اعتقد ده هيخلي كل النجوم ان هي بتسعى لتقديم الافضل، واعتقد احنا محتاجين اصلا في العالم كله نماذج زي دي او اعمال زي دي. وده برضو اللي بيعمله لو هنتكلم عن ساديو ماني، لان هو يستحقها بصراحه. ساديو ماني بجد هو يعني بيقدم كتير جدا لبلده. ولو هنتكلم هنا عندنا في مصر برضو محمد صلاح بصراحه عمل كتير جدا في فكره مشاريع ويعني حاجات خيريه، هو حتى كريم ما بيحبش يتكلم عنها. فبغض النظر مين اللي يفوز، بس المهم ان ده يتم على الارض، بغض النظر برضو انت بتنتمي لاي دوله، بس لازم يكون في خدمه مجتمعيه من ايكونز زي دول، لان ده بيدي برضو زي ما تقول جود امبريشن، او بيبقى زي يعني انطباع جيد، انطباع جيد، وفي نفس الوقت بتبقى قدوه ان الباقي يعمل كده. فدي عجبتني جدا. فكره بقى سقراط، مين سقراط؟ معلومه يعني كده بسرعه عن سقراط، ده المفروض اسمه اوليفيرا، سقراط دو اوليفيرا. ده الجائزه اصلا سميت باسمه، هو اسطوره برازيليه، كان لاعب مميز جدا في السبعينيات طبعاً. وكان طبيب اطفال في نفس الوقت، وكان يعني قضيته طول الوقت او اللي شاغل باله هي فكره محاربه العنصريه في كل المجالات، تأييد مبدا الحريات، مساعده الاخرين في كافه كمان المجتمعات. عشان كده هم لما اختاروا اسم الجائزه كانوا او القائمين على الجائزه حبوا ان هم يخلوها باسمه، يعني عشان الخدمات او التاريخ اللي هو عمله في هذا المجال. وتوفى بالمناسبه عام 2011. يعني اللاعب ده كان يعني بينتمي لجيل يعني يقال عليه الجيل الذهبي لمنتخب البرازيل، كان لاعب رهيب. الناس اللي متابع كرة القدم القديمة حبتين عارفين كويس جدا يعني قيمة هذا الاسم. ولكن في حتة الجائزة اللي حصل عليها ساديو ماني، طب لو بصينا للموضوع من زاوية تانية، ليه ما تكونش مناصفة بينه وبين محمد صلاح؟ محمد صلاح كمان مالي الدنيا أعمال خيرية وأعمال مجتمعية، سواء في نجريك اللي هي مسقط راسه أو براها، وعلى كل الأصعدة حاجات كمان طبية. كل يعني إذا كان هو شخصيا ما بيحبش يتكلم عن الحاجات دي مش هنتكلم إحنا، بس هي كلمة حق لازم تتقال. ما أنا هقول لك على حاجة، ما هو الترتيب أصلا غريب برضه، يعني الترتيب برضه غريب. ما هو ساديو ماني سابق محمد صلاح، طيب هي قصة من ناحية إيه؟ ما هو يجي يقول لك المفروض الاختيار بيتم مش بس الأرقام القياسية اللي محققها اللاعب، لا كمان مفروض البطولات اللي بيحصل عليها في النادي بتاعه. طب ما هو كان مع صلاح اوريدي في النادي، فبلس ان صلاح الارقام القياسيه بتاعته اعلى، فستيل احنا مش فاهمين شويه. ده اللي انا كنت لسه عايز اقوله يعني للناس، دي فيها كويستشن مارك بصراحه كبيره.